السلام عليكم. الأسبوع الماضي تذوقت كيكة الحليب التركية تريس ليتشيس في أحد المطاعم التركية، وأول شيء فكرت فيه هو أنكم لازم وضروري أيضا تذوقوا هذا الكيك الرائع. أخذت طريقة وجربتها في البيت والنتيجة كيك لا تقاوم. أكلت نصفها لوحدي. فقبل ما نبدأ الفيديو نتمنى تضغطوا على زر الإعجاب حتى يصل الفيديو لكل المشاركين وتشاركوا الفيديو. خلونا نبدأ على بركة الله. فبسم الله على بركة الله. أول شيء نحتاج إلى 3 بيضات من الحجم الكبير. لو كان عندكم بيض حجم صغير من الأحسن أنكم تستعملوا 4 بيضات. أول شيء نفصل أصفر البيض عن الأبيض، نوضع الأبيض لحاله والأصفر لحاله، ثم نضيف نصف كأس أو نصف كوب من السكر على أصفر البيض. نأخذ خلاط يدوي ونخلط أصفر البيض جيدا مع السكر حتى يصبح كريمي بنفس الشكل كيف ما تشاهدوا في الصورة. ثم نضيف ملعقة واحدة من الزيت، زيت نباتي عادي، وملعقة واحدة من الياغورت أو زبادي أو دانون. أنا استعملت ياغورت بنكهة الفانيلا. لو استعملت العادي يمكن أيضا إضافة القليل من الفانيلا سواء سكر أو سائلة. نضيف كأس أو كوب واحد من الدقيق، ما يعادل 115 غرام من الدقيق، ونضيف رأس ملعقة أو ثلث ملعقة من بيكنج باودر، أو يمكنكم استعمال ظرف واحد من خميرة الحلويات اللي فيه ما بين 5 غرام و 7 غرام على حسب متوفر عندكم. نخلط الكل جيدا حتى يصبح الخليط بنفس الشكل. ثم نضيف ملعقة أخرى من الزبادي أو الياغورت، نخلط مرة أخرى حتى يصبح الخليط بنفس الشكل. الآن نمر إلى أبيض البيض. نضيف ملعقة واحدة من السكر ونأخذ خلاط كهربائي ونبدأ بخلط البيض جيدا حتى نحصل على بيض كريمي أبيض ببياض ثلج ومتماسك جيدا بنفس الشكل. هذا هو القوام المطلوب، يجب أن يكون متماسك جيدا. الآن نأخذ أول ثلث من أبيض البيض نضيفه على الخليط الأول، ثم نخلط بطريقة بطيئة وخفيفة. هنا ضروري ومهم جدا أنكم تخفقوا البيض بطريقة بطيئة جدا وما تخلطوش بسرعة. نضيف ثاني ثلث من أبيض البيض، نخلط بنفس الطريقة، ثم آخر ثلث نخلط للمرة الأخيرة، وهذا هو خليطنا، أصبح جاهز بنفس القوام وبنفس الشكل. الآن نضعه في طاوة الكيك. يمكنكم استخدام أي نوع من الأنواع المتوفرة عندكم سواء نفس الشكل زجاج أو قوالب من الحديد أو قوالب من البورسليني، أي نوع متوفر عندكم. ثم ندخلها إلى الفرن. بالنسبة للفرن الكهربائي لمدة 20 دقيقة على 170 درجة، بالنسبة لفرن الغاز درجة حرارة خفيفة جدا فقط من أسفل، وتخلوا الكيك بعيدة على النار لمدة 20 دقيقة. بعد إخراجه من الفرن نتركه حتى يبرد جيدا، ثم نأخذ شوكة ونبدأ بوضع ثقوب لأننا سنقوم بسقي الكيك. بالنسبة لخلطة السقي سنستخدم حليب مكثف محلى. أنا هنا استعملت علبة صغيرة من الحليب المكثف المحلى فيها 90 غرام. فلو مكانش عندكم الحليب المكثف المحلى يمكنكم استخدام فقط سكر. ثم نضيف كوب واحد أو كأس واحد من الحليب، نخلط جيدا ثم نبدأ بسقي الكيك أو سبونج. فما تخافوش، هنا فقط وضعوا خليط الحليب والكيك سيشرب كل الكمية. فمن بعد ما نضيفوا كمية الحليب كاملة نغطوه جيدا ثم نتركوه في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى يرتاح ويشرب الحليب بالكامل.
الآن سنبدأ بتحضير الكريمة. بالنسبة للكريمة يمكنكم استخدام كريم فريش سائلة أو كريم شونتي سائلة، أو يمكنكم استخدام الكريم شونتي البودرة على حسب المتوفر عندكم، لكن من الأحسن استخدام الكريم فريش السائلة لأنها متماسكة ولذيذة أكثر. نبدأ بالخلط، ثم نضيف ملعقة واحدة من السكر بودرة. نواصل الخلط إلى حين أن تتماسك الكريمة وتصبح كثيفة بنفس الشكل. الآن الكريمة أصبحت جاهزة، نضعها فوق الكيك ثم نبدأ بتسريحها. هنا معلومة مهمة بالنسبة لكيكة الحليب التركية الأصلية أو كيك تريس ليتشيس، فهي تقدم فقط بالكيك المسقي بالحليب والكريمة ويوضع فوقها فراولة أو فريز كيف ما كتشاهدوا في الصورة. هذا هو الشكل والطريقة الأصلية لكيك تريس ليتشيس، لكن أكثر الناس يحبوها بالكراميل، لهذا سنقوم بتحضير الكراميل. كل ما سنحتاج إليه هو طنجرة صغيرة، كأس واحد أو كوب واحد من السكر، ربع كأس أو ربع كوب من الماء، ثم نضعها على نار خفيفة جدا ونترك السكر إلى حين أن يصبح كراميل. بعدها نضيف ملعقة واحدة من الزبدة، نخلط جيدا حتى تذوب الزبدة وتنسجم تندمج مع الكراميل، ثم نضيف القليل من كريمة الحلويات، نخلط جيدا، وهكذا صلصة الكراميل أصبحت عندنا جاهزة. نوضع صلصة الكراميل على جنب ونخلوها حتى تبرد تماما، تصبح باردة 100%، ثم نضعها على الكيك من فوق. نغطي الكيك جيدا بالكراميل ونستخدم القليل من الكريمة، أو يمكنكم استخدام ياغورت على حسب المتوفر عندكم، ونبدأ برسم خطوط سواء بالطول أو بالعرض كيف ما تحبوا، النتيجة هي نفسها. ثم نأخذ أي شيء حاد، سكين، عود أسنان، أي شيء متوفر عندكم، ونبدأ بعمل الخطوط عكس الخطوط اللي عملناها بنفس الشكل، وهكذا الكيك أصبحت عندنا جاهزة كيف ما كتشوفوا. سهلة في التحضير لكن مذاقها كان رائع جدا ولذيذة للغاية. فنتمنى أن الفيديو نال إعجابكم، لا تنسوا الضغط على زر لايك، الاشتراك بالقناة لو كنتم أول مرة تحضروا القناة وتشاهدوا الفيديوهات، وألقاكم في الفيديوهات القادمة إن شاء الله. السلام عليكم. فنتمنى أن الفيديو نال إعجابكم، لا تنسوا الاشتراك بالقناة، الضغط على زر لايك، ولا تنسوا أيضا مشاهدة هذه الفيديوهات، وألقاكم في الفيديوهات القادمة إن شاء الله. يومكم سعيد، السلام عليكم.